واني عايش لاجل خاطرك واني اني دايما افرح لو طلبتي فتقابلني، دايما افرح لو لقيتك بتفهمني، يا اللي جوه عيوني اني، يا اللي اقرب ليا مني، قول لي ليه ما انتش فاهمني ودي القضيه، دي القضيه. مع الشاعر الاستاذ محمود جمعه. انا عايز اقول بس حاجه لمحمود جمعه، كان قبل الزيطه اللي في الوسط الادبي، اول ما الفيسبوك العمل كان معمول منتدى عاطف الجندي. منتدى عاطف الجندي ليه اثر، حي الراجل الغايب يعني، ليه اثر على الحركه الادبيه الفتره اللي هي بدات فيها. كان الله يرحمه الاستاذ عاطف، عادل عوض سند، والاستاذ عاطف الكناوي، والاستاذ محمود جمعه. كان مجموعه كان من وقتها كل يوم يوميا شبه دروس لل يعني للشعراء المبتدئين اللي زي حياتي في الوقت ده. طبعا بنعيش نتعلم وما زلنا بنتعلم لحد دلوقتي، لكن ما خدوا بايدينا. فاستاذ محمود انت صاحب فضل بعد ربنا عز وجل، زي ناس كتيره جدا شكرناها في بدايه اليوم. وانت كريم يعني مسجلوش لا والله، يعني انت حد جميل جدا ومعطاء، وان شاء الله هتلبسك مسابقه قريب باذن الله. عرفت بقى بمعنى ايه؟ لا ده على طول. أولا ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أنا بعتذر أولا عن التأخير، يعني أنا وأخويا الشاعر الكبير الأستاذ أشرف البنا قررنا نقسم نفسنا نصين، ندوة حضرناها مع مستعية وسالم، وبعدين جينا جري على هنا عشان نأتي بعد الدوام. شكرا على دي الدعوة الكريمة جدا، وأهنئ جمعية صوت الشارع الثانوي، وأنا كنت أحد الشهود على ولادتها. أما عند الدوام الغذائي فبيمثل بالنسبة لي حياة في حياتي. ليه بقى؟ أفتح الصبح الفيس ألاقيه ناشر بخار حاجة صنع يده وبيفتخر قدام الناس، ده شغل. بعد شوية ألاقيه لابس بدلة ورايح التلفزيون بيقدم برنامج. العصر بقى له غسيل عمية. تاني يوم ألاقيه بيطبخ علشان يوزع مع الناس حالة مختلفة ومتكاملة، وكنت دايما في الغربة قاعد أدعيله يعني إزاي بتجيب الوقت عشان تعمل كل ده، وأنا عشان عارفه من جواه إنسان أبيض جدا، فمتأكد إن ربنا هيوفقه وإن شاء الله يريح باله في كل الأمور. شكرا يا عبد الله على كل هذا. أنا شارع فصحى وعامية، ما أعرفش أنتوا قاعدين تسمعوا. انجي يا صوفي تحبيني اكون غيرك، وانا غيرك، وديره قلبي تهدفني من النظره لاخر نقطه في الدنيا، وعمري ما شك في عينيكي ولكني كده الضبل، لو النسمه تلاعب خدك الوردي اقول النسمه ما تجيشي وانا خايف، ولو قمر الليالي نجم نور الفضي على شعرك اغير منه ومن نوره، فما ذلك ولو انسان، هكون يا مهجتي غيران وميت غيران وميت محظور وشمع احمر على النسمه وعلى القمرايا والانسان. خلاني ربي يا حبي بجنب الحامي ارسم عشقي بالالوان، احب الناس يحبوني واغير بالناس، وبره البيت ماليش الشغل والتدريبات، ده بفهم في اتصالاتك ولا اعرف في اجتماعاتك، ما دمت بعيده عن صدري انا حاسس كاني هموت، وغيرتي رصاصه مني تفوق وتقتل فيا افكاري ويمسك دنيتي الوسواس واغير من الناس. وابعدوني اطمن ما اطمنش، وهو طير بيطمن على فخه وفراغ على عشقه. وابعدوني اطمن ما اطمنش، وهو طير بيطمن على فخه وفراغ على عشقه. وابعدوني اوهامك ما بتوهمش، وهو لولي لو يخرج من الصرفه يكون فرحان، عيون الدنيا تضحك له وهو يهل للصرفه ما بيضحكش.
هو دولي لو يخرج من الصدفه ويكون فرحان عيون الدنيا تضحك له وهو يحب الصدفه وما بيضحكش. وقلب العاشق الغيران يحب يلم اصدافك ويبقى العشق. يقول بلد من اصحابك صحيح شاعر وبيحبك لكن مجنون. وايه العقل يا مهره بيحبك ما تتنزل وتترك برجها العالي ويسكن ويلمس لونها 100 مفتوح. ايه العقل ان الوحده نطفها ونتركها بلا ميه علينا تهون. فقول لكل اصحابك حبيبي وعمره ما يخون ولا تذبح عروقه سنون ولكنه يموت في الخصله يموت في الخصله من شعري ولو طرت على كبيني ومش قصدي جنانه يبان. يحب النظره لعيونه ولو ينظر العين دريب يزور بركان. صحيح شعر وحفزني يصيغ ديوان ولكنه في عز الشوق ولما الغيرة بتخبط على بابه يكون يا كل صحباتي أسد غيره. شكرا.